بص يا جماعه، يعني يمكن بنسمع عن بعض الافراح كده اللي بتتم يعني في الدول العربيه او بالاخص يعني في مصر، اللي احنا بنشوفه ان من الاخر كده محدش بيسلم. بيسلم من ايه؟ بيسلم ان دايما لو عملت اللي لو عملت ايه هتلاقي برضو الناس اللي انت عازمهم من اصدقائك ومن الاقارب ومن الناس اللي انت عارفهم لازم هيطلعوا يعني القطط الفطسانه من الاخر كده يعني في الموضوع. ليه بقى؟ لان هو ده سبحان الله ده حال البني ادم، يعني منهم اللي بيعرف يملك ويحكم لسانه والبعض الاخر اللي لازم ينتقد وخلاص. انا بنتقد هو كده، انا لازم يعني اقول الحاجه حتى لو حلوه ان هي وحشه، مع ان انت ممكن مكلف نفسك جدا وممكن انت جايب عامل بوفيه يعني كبير جدا وعامل حاجات محترمه قوي، لكن رغم كده لازم يطلعوا اي عيب في الموضوع ده. اللي حصل برضو ان العدوى دي للاسف راحت بريطانيا يعني، او هي معرفش بقى جايه منين، بس لا هي طبعا جت لنا يعني من بريطانيا، او هي جت لنا من بريطانيا يعني نعكس يعني الموضوع. الطبيعه البشريه مش مشكله. الموضوع هناك برضو ان في اتنين عرسان المفروض هناك يعني قرروا بقى ان هم علشان ينبسطوا يعني في الفرح يعملوا ايه؟ قال لك احنا عايزين نعرف كل واحد من احنا عزمناهم دول او كل ترابيزه بتقول علينا ايه؟ راحوا جايبين شويه مايكات وحطينا تحت الترابيزات، وهم راحوا لابسين ايربيس او لابسين سماعه يعني، وراحوا ايه؟ ابتدى الفرح. وعينك ما تشوف الا النور، مره واحده لقوا ان العريس والعروسه بيرقصوا سلو والدنيا جميله جدا وهاديه والاثنين عمالين مكركرين من الضحك. مالك يا حاج في ايه؟ مالك يا استاذه يا حاجه فيها ايه؟ قال لك بس احنا عاملين سامعينكم واحد واحد وكل واحد عمال يتكلم علينا بشكل يعني لطيف. شكلهم كان وحش قوي بالظبط. دي قصه. انا عجباني قوي. طب يعني بفكر اعملها ان شاء الله. مش فكرت يعني لسه هقول لك حالا، هو الموضوع ده لو اتعمل في مصر يعني الموضوع مش هيوصلوا ان هم يقدروا اعتقد ان هم يعني يرقصوا سلو تمام وان هم يضحكوا. اعتقد الموضوع هيتقلب في سياق تاني. خصام. يعني الموضوع هيبتدي في مقطع. ايوه يعني الموضوع مش هيتقلب بقى، الفرح مش هيكمل يعني هيعملها بقى ايه عزا. فبرضو احنا خلينا نقول ان الموضوع ده اصبح عاده في البني ادمين، يعني الموضوع ملوش علاقه بقى بمصر او دول عربيه او خليج او اوروبا، لا ده هو طلع دلوقتي ان هو اصلا جاي لنا اهو من بره. يعني زي ما احنا نقول كده عندنا حته عقده الخواجه، طب ما هو موجود بره، بس هم برضو استخدموا الموضوع ان هم عايزين يضحكوا. هم خدوا الموضوع ان هم هيضحكوا ولا مش هيعملوا مشكله او اي حاجه، واكيد كان الموضوع بعيد عن الاهل، يعني اكيد كانوا حاطين المايكات دي برضو عند الصحاب. لا لا هو قايلين انه عند عواجيز الفرح، ومعروف مين هم عواجيز الفرح او الناس الكبيره يعني. انا حاولت احسن الموضوع يعني انت خدتيها تلاقي العم الخال يعني عيله العروسه وعيله العريس يعني اللي مش عارفه الكلام ده كله يعني، ولكن هي الفكره في ايه؟ هم اكيد طالما هم هتسالني سؤال. كملي اتفضلي. انت شرير على فكره النهارده. لا خالص، بس انا قد اي سؤال. احنا عارفين اسود اهو، الدنيا جميله اهو. هي الفكره ان هم طالما حطوا مايكات تحت الترابيزات يبقى هم عارفين انه في حد هيتكلم عليهم في الفرح. يعني هم الصدمه اوريدي كانت عندهم من الاول. فهم لما حطوا المايكات هم بس ده تحصيل حاصل عشان يسمعوا هو بيتقال عليهم ايه. لكن اعكس الوضع عندنا هنا في مصر. ايوه اساسا من غير اي مايكات تلاقي العروسه والعريس قاعدين، شايف امك بتقول ايه، شايف اختك بتعمل ايه، شايفه بنت خالتك بتعمل ايه. أيوة الحركات بالزبط. دي وبيبدا الفرح لا قدر الله يعني فجاه كده تلاقيهم قلبوا مع بعض واتخانقوا وقلبت خناقه يعني والناس بدات تصلح ما بينهم. فتخيل لو مايكات اتحطت هنا في الافراح ايه اللي هيحصل؟ ده القاعه هتتشقلب على كوارث عليها هتغطيها. لا انا بتخيل نفسي دايما ايه فيلم احمد الفيشاوي اللي هو كان اسمه ايه، الحاسه السادسه ولا السابعه؟ كان حاسس السبعة. بصوا كان الفيلم ده بالنسبه لي برضو ايه، كان يعني وانا صغير كده شويه روشني يعني شويه اللي هو يعني اختراع. تخيل انت ماشي بتسمع افكار الناس هتتعب جدا، بيفكر او بتسمع الناس بيقول عليك بالصيني. ايه بجد والله يعني فعلا يا جماعه الموضوع هنا متعب جدا. دي طبعا. مش قدره يعني، دي حاجه مش حلوه لما تسمع ان حد، ما انت عندك اللي بيحبك وعندك اللي بيكرهك وعندك اللي بيتمنى لك الخير والعكس صحيح، كلها حاجات هي دنيا وربنا خلقنا مختلفين عن بعض. حقيقي. بس التشابه بيكون في الحاجات الحلوه دي الواحد بيقول عليها نعمه الحمد لله. بس انت فعلا لو دخلت نفسك في منطقه كده انت اللي هتتعب نفسك. يعني احنا ليه نروح نحط مايكات وليه نعمل ده ونسمع؟ هم عايزين ينبسطوا بكل حاجه، بس هم ثقافتهم مختلفه. ان هم عايزين يعني ايه يفنفنوا واكيد اسلوب النقد برضه مختلف. لكن في مصر هنا او في الدول الشرقيه احنا دول حاميه يعني احنا داخليا هنا ما يعني مش بنقبل الموضوع بسهوله. كلمه بتعدي كده بالسهل بتلاقي ده قال ده رد بكلمتين دي بثلاثه، فستانها عامل ازاي، طب انت فستانك مش عارف عامل ازاي انت كمان، فتلاقي الموضوع ولع. ورغم كده برضو انت تلاقي ان انت طب انا عملت ايه يا جماعه، ما انا مش مقصر في حاجه.
ما يعني بوفيه وجبت مكرونه بشاميل وجبت يعني كازوزه وجبت هنعمل ايه تاني؟ بص هو كده كده طبيعه الطبيعه البشريه سواء في مصر في الدول العربيه في الدول الاوروبيه هم الناس بتحب تنتقد تحب تتكلم خصوصا لما يكون السبوت على العريس والعروسه الاثنين دلوقتي هم بيبقوا ابطال الفرح وابطال الحفله يعني فكل الناس بتركز مع العروسه لابسه ايه وعامله ميك اب عامل ازاي وتصرفاتها والعريس نفس الكلام يمكن بره احنا بيتهيأ لنا ان هم يعني الحياه بسيطه بالنسبه لهم عشان بنشوف الافراح دايما بتبقى بسيطه كده وكل واحد في حاله يعني لكن اكيد هي الطبيعه واحده في كل حته يعني اكيد في واحده من نفسنا من العروسه عشان شكلها حلو قوي او فستانها حلو او عريسها امور وجميل وبيدلعها في الفرح فزي ما بيحصل هنا اكيد بيحصل هناك انا عاجبني العقل قوي يا نوران يعني انا عاجبني طب ما انا كده كده طول عمري يعني عاجبني انا اسلوب العقل احنا هنسالها نفسها احنا هنسالها يعني لازم ترد برضه كده يعني هنسالك بس بعد بسال منا معانا على التليفون ماشي